السلام عليكم، كيراكم حبايبي؟ لاباس؟ نتمنى ان شاء الله تكونوا بصحة جيدة وتكونوا مهنيين. اليوم من مطبخ وصال للطبخ جبت لكم خبز بالجزر من أروع وأطعم وأطيب أنواع الخبز الموجودة اللي نعرفها، ومذاقها رائع جدا، غني جدا بالفيتامينات، لونه مميز. هذه الوصفة أول خطوة نقوم بها هي كالتالي: نأخذ 200 غرام من الجزر العادي، هذا الجزر نقوم بتقطيعه إلى قطع صغيرة بهذا الشكل. إذا قطع الجزر بهذا الشكل، الآن أكمل الكمية 200 غرام ثم نهب. قطعت 200 غرام تاع الجزر، ميهمنيش الحجم لأنني سوف أقوم بالخطوة الموالية. هذه أول خطوة في صنع هذا الخبز المميز. إذا نأخذ 200 غرام من الجزر، يكون من الأحسن يكون جزر هذا الشباب، يكون أحمر وشباب. إذا نحطه في إناء ونزيد معه كمية من الماء، كأس من الماء، ونروح فوق النار ونخليه يغلي إلى أن ينضج 100%. كي ينضج 100% نشوفوا واش غادي نديروا إن شاء الله. طاب، ها هو. الآن أقوم بالخطوة الثانية وهي كالآتي: نأخذ صفاية ونصفي الجزر من الماء اللي راه فيه بهذا الشكل. نتحصلوا على جزر متصفي بهذا الشكل وكمية من الماء. الماء هذا تاع الجزر غادي نستعمله في الخبز. إذا ناخذ بعد ذلك هذا الجزر اللي راه مطهي، وأقوم بطحنه حتى يصبح على شكل عجينة. إذا أطحنه حتى يصبح على شكل عجينة. هذا الجزر ما درت له لا ملح لا حتى شيء، حطيته في الماء يغلي ودروك غادي نطحنه عادي، فأتحصل على عجينة نوريها لكم إن شاء الله عند بعد طحنها. أنت الجزر ها هو، فأصبح على شكل بيوري، ها هو على شكل بيوري. هذه نحطها على جنب. الآن الخطوة الموالية: نأخذ أي إناء ما يهمش ونحط فيه هذا الماء تاع الجزر. هو شوية راه دافئ مراش بارد، هذا نحطه هنا ونزيد معه كمية من الماء، نزيد معه كمية من الماء اللي يكون الملمس تاعه دافئ، ماشي بارد ماشي سخون. أضيف في هذا الخليط بتاع ماء الجزر زائد كمية من الماء، أضيف ملعقة كبيرة من خميرة الخبز وملعقة كبيرة من السكر بهذا الشكل، وأقوم بالخفق بهذا الشكل ونخليها لمدة 10 دقائق. هذه ثاني خطوة أقوم بها. إذا الخميرة مع السكر هكذا، وأضيف في هذه المرحلة كمية من الدقيق، واحد زوج ملاعق ولا دقيق فقط لتحضير حتى أحضر هذا المزيج باش يجيني الخبز جميل جدا. بهذا الشكل نزيد نخفق بهذا الشكل هكذا هكذا، ونخليه نغطي عليه ونخليه بهذه الطريقة. نضمنه نتأكدوا هل الخميرة جيدة أم لا. إذا حضرت الجزر، حضرت الخميرة، الآن نروح للمكونات اللي نحتاجها في هذا الخبز الرائع. المكونات بشكل عام هي كالتالي: 200 غرام جزر مطهي في الماء فقط ومطحون مصفي من الماء تاعه، ملعقة كبيرة من خميرة الخبز وملعقة كبيرة من السكر، زوج ملاعق كبار من حليب البودرة، ملعقة كبيرة من زيت النباتي، بيضة كاملة مع بياض
البيضة هذا في العجينة. بالإضافة إلى هذا نحتاج إلى كيس تاع خميرة الكيميائية بوزن 10 غرام، بالإضافة إلى ملعقة صغيرة من الخل الأبيض. وأحتاج في الأخير كي نعجنو كلش في نصف العجنة أضيف 2 ملاعق كبار زبدة دائبة. هذا فيما يخص العجينة. ما ننساوش الملح، الملح يندار في نصف العمل، وكمية الملح كل واحد وكيفه. إذا أما التزيين فنحتاج إلى صفار البيضة اللي غادي يبقالي من البيضة، هذه صفار ندهن به، كمية من الزيت ندير صفار بيضة زائد كمية من الزيت، ونزين بالزيتون. الزيتون هذا كي تاكلوه خضر يضر في الأمعاء. ماذا أفعل أنا؟ أنا طيبته، درت له الماء ودرت له لاليفور، هذه الخميرة الكيميائية هذه، ودرت له قطعة من الليمون وخليته ينضج، فهو مطهي 100%. وبالتالي كي نزين به وناكله في الخبز من مصر النوال. إذا هذا فيما يخص التزيين. نروح الآن إلى طريقة التحقيق والتقيق. ما ننساوش الفرينة، الفرينة هذه بدون مناقشة. الدقيق، كمية الدقيق غادي نبدأ ب 500 غرام، ثم نشوف النتيجة. إذا نحط العجان، نحط فيه الجزر، نحط كاع المكونات بالإضافة إلى الخميرة اللي تخمرت. ها هي ها هي إن شاء الله. هادو كاع نضيفهم مع بعض، نضيف جميع المكونات باستثناء الزبدة والملح، نضيفهم حتى بعد مدة من عملية العجن. إذا أضيف البيض، البيضة كاملة وبياض البيضة، أضيف الزيت، كل المكونات، أضيف حليب البودرة، وأضيف ملعقة صغيرة تاع الخل اللي ذكرناها سابقا. ها هي، بسم الله، ملعقة صغيرة من الخل. أقوم بالخفق قليلا، ثم أضيف الدقيق مع خميرة الخبز. ضغطت جميع المكونات، حدث الامتزاج. مازال لي 2 ملاعق تاع زبدة، والملعقة الصغيرة المملوءة جيدا من الملح. هادو باش يضربك. الآن ناخد الدقيق، وغادي نكيل معاكم الكمية اللي غادي تدخل لي في هذا الخبز. إذا الدقيق هنا راني نخلاته، إذا ندير كاس الأول، وأضيف الكأس الثاني. في الكأس الثاني ها هو أضيف خميرة الخبز. ها هي خميرة الخبز، الكيس اللي قلنا عليه، بسم الله، ها هو. إذا أضيف خميرة الخبز 10 غرامات، ها هي، وأقوم بالعجن. إذا لحد الآن استعملت فقط 2 كوب من الدقيق. أقوم بالعجن ونشوف الكمية، هل تحتاج أكثر أم هكذا. عملت 2 كوب من الدقيق، شوفوا النتيجة، العجينة كيف هي، شوفوا مازالت طرية. سوف أضيف كأسا آخر. إذا لحد الآن أنا مستعملين 3 كؤوس من الدقيق. الكؤوس هذا الكؤوس المعيارية، بسم الله، نضيفها. في هذه المرحلة أضيف الملح، ها هو، قد ملعقة صغيرة مملوءة جيدة في هذه المرحلة. وأقوم بالعجن.
مجموع الفرينة ولا الدقيق اللي ضفتها على هذه المكونات 4 كؤوس. هذه هي الأصلي كؤوس معيارية، هذا نفس كأس المعياري. إذا في هذه المرحلة كي عجنتها لمدة 7 دقائق، الآن نجي وأضيف هذه الزبدة الذائبة على الخليط. نضيف الزبدة الذائبة على الخليط ونخليها على سرعة قليلة حتى تدخل كل هذه الزبدة في هذه العجينة. إذن ها هي، خليها غيب هكا حتى تدخل غاية هذاك الوقت نعود نولو إن شاء الله. عجنت العجين كما راكم تشوفوا، ها هي. الآن أقوم بالخطوة التالية وهي كالآتي: أنزع هذا العجان بهذا الشكل، ندير له كيما هاك هكذا، وأغلق على العجينة وأتركها لمدة 10 دقائق، ثم أعيد عجنها لمدة قليلة جدا. إذا نخليها 10 دقائق، ثم بعد مرور 10 دقائق نعاود نعجنها من جديد هكذا لمدة دقيقتين فقط هكذا. طيح لها الخمر، إذا الآن أتوقف ونقوم بالخطوة الموالية. نرش قليل من الدقيق في طاولة العمل التي نظفتها ونرشها، نجمعها قليلا بهذا الشكل، نخدمها شوية بيدنا، العجينة تكون طرية لا نكسر الدقيق. هنا نرشه بالدقيق ونضع فيه هذه العجينة، نرشها من الفوق بكمية من الدقيق هكذا، ونغلق عليها ونخليها تتخمر في مكان دافئ المدة حسب المكان وحسب حرارة المكان. إذا نخليها تتخمر مرور مدة معينة ثم نعود ونشوفوا الخطوة تاع التزيين وتاع الطهي. خليت العجينة مدة من الزمن، قلت لكم تتوقف المدة على حساب المكان وعلى حساب حرارة الوسط. إذا هيا تحصلنا على هذه النتيجة كما راكم تشوفوا، ان شاء الله جاي انتفخ وارتفع. الان نقوم بالخطوه التاليه، نرش قليل من الدقيق هكذا، وسطح العمل نظيفه كلا هذا كاش تغير، ونجي ندير كيما هاك هكذا ونفرغه على سطح العمل هكذا بهذا الشكل. إذا فرغت العجين، نقوم ما نخلو حتى حية في الإناء، حتى اللون تاع هذا اللون تاع العجين ماشي أبيض، جاي برتقالي نسبة إلى الجزر. إذا نجي وندير كيما هاك، نردها على شكل أنبوبة، ما نكتروش الدقيق هكذا. الآن لك الخيار، كل واحد يشكل كيما بغى. هذا الخبز يجي كذلك محشي، تقدري تحشيه بالأجبان، بالسبانخ، باللحم المفروم كيما تبغي، بالشوكولاتة. أنايا غادي نديره خبز عادي غير محشي. إذا ندير كيما هاك ونقطع إلى قطع حسب الحجم اللي باغيته، الحاجات اللي بغيتهم تاع حجم تاع الخبز هكذا. بسم الله، هذه الاولى، هذه الزوجة، جاوني 4 خبزات صغار، وندير هذه الطريقة كالعادة، نلم هاك هكذا بهذا الشكل حتى تجيني هذه الثقبة، وأضعها هكذا وأقوم بتغطيتها ببلاستيك، أكمل العملية ونعود إن شاء الله. هذه الكرات حصلت على 4 كرات من الخبز، نرشهم بقليل من الدقيق ونخليهم يريحوا واحد 20 دقيقة ولا 20 دقيقة، نغطيهم ببلاستيك بهذا الشكل نخليهم يريحوا 20 دقيقة ثم نعود.
خليت الخبزات ريحوا 20 دقيقه. الان نقوم بالخطوه المواليه. نبداو باول خبزه درناها، هي هذه. بسم الله، ارش قليل من الدقيق، هي شويه كترش باش الخبز ما يتبدلش الطبيعه تاعه، عجينته طريه. نرش على السطح كذلك قليل من الدقيق، واقوم بالفرد، لكن بشرط لا اضغط كثيرا، ما نحطش كاع جهدي فيها، لا، هي بالعقل وندور كيما هاك، نستعمل يدي وخطره خطره نستعمل المدلك هكذا. الخبز يجي جميل جدا، صحي، كي تجربوه تعرفوا قيمته. اذا درت كيما هاك، ها هو السمك، ما تلقوهش بزاف وما تخلوش غليظ باش ما تجيكوش فيه البابا بزاف، بغيتو تغلطوه غلطوه نتوما والعائله. هكذا هكذا، ها هو السمك تاعه. الان نحطه في الصينيه بهذا الشكل ونخليه يرتاح لمده 7 دقائق، ثم نعود ونقوم بعمليه التزيين. نفس العمليه اكررها، نغطيه، نفس العمليه اكررها بالنسبه لبقيه القطعتين، مازال لي 3 قطع. اذا ها هي الثانيه، نفس العمليه اكررها ثم نعود ان شاء الله. بعد مرور 7 دقائق اقوم بالعمليه التاليه، وهي كالتالي: ناخذ اي طابع ونديره في الدقيق في الفرينه واضغط بهذا الشكل. بصح قبل التخمر النهائيه، هذا حطيتهم يتخمروا، فاتت 7 دقائق. الان راني نقوم بهذه العمليه، اضغط بشكل جيد باش الشكل يقعد لي في كنتيجه نهائيه هكذا. نجي هنا ندير هاك. الان اخذ الصفار البيض مع قليل من الزيت مع قليل من الخل، واقوم بدهن السطح هكذا. فقط لغرض الحصول على شكل هندسي فقط هكذا. نفس العمليه درتها بالنسبه للخبزه الثانيه. والان ناخذ الزيتون اللي هضرنا عليه سابقا، واقوم بالتزيين بهذا الشكل، فاتحصل على خبز شكله جميل هكذا. الان نخلي الخبز يتخمر لمده ربع ساعه هكذا، يجي الشكل تاعها جميل جدا. تبغي ديري جنجلان، ترشي عليه جنجلان كما بغيتو. الطبخ ادواق، بغيت نبدل شويه التزيين، فقط تغيير هكذا. الزيتون طيبوها باش ما يضركمش كي تاكلو هكذا. اذا الان اعود واتركه يتخمر من جديد لمدة 20 دقيقة. في هذه الأثناء أقوم بالخطوة التالية. الخطوة التالية هي كالتالي: ربع ساعة والخبيزات تخمروا، ها هما. الآن غادي ندخلهم على فرن حرارته 180 حتى 200 درجة، ونوريه لكم إن شاء الله في الفرن كي يبداو ينضجوا إن شاء الله. دخلت الخبزتين إلى الفرن، الإناء تاع الماء موجود في قاع الفرن، غادي نخليهم ينضجوا على درجة حرارة 200 درجة. طفخ، شوفوا الخبز ما شاء الله، شوفوا كي ينطفخ ما شاء الله، لاحظوا شيء رائع، والرائحة جميلة جدا جدا جدا. نضجت الخبيزات الربعة اللي درناهم، شوفوا كي جو ما شاء الله، حاجة من أروع ما يكون. الآن هذا الدقيق اللي راه باين في السطح نقدو نمسحوه بالوسيلة التالية: إما إلا كنتو تبغو زيت زيتون دهنوا زيت زيتون ومسحوه، ما بغيتوش غير بكمية قليلة من الزيت هكذا،
ومسحوه هكا باش الدقيق هذاك تقلعوه، وفي نفس الوقت يعطي اللمعان للخبز. تبغوا زيت زيتون ديروا زيت زيتون، تبغوا ديروا غير الزيت ديروا غير الزيت. جا خبز من أروع ما يكون. الآن شوفوا ما شاء الله ما شاء الله هذا سخون ما شاء الله، شيء رائع جدا. الآن نخليه يبرد شوية ونعطي ونشوفه من الداخل كيفاه جا، ونوريه لكم إن شاء الله في صحن التقديم. الآن الخبز برد، نوري لكم من الداخل كيفاه جا. بسم الله ضحكاكم مازال سخونة. شوف وحده وحده طري وحده، شوفوا واللون تاعه من أجمل ما يكون، واللون تاعه جاي تشيني برتقالي نسبة إلى شوفوا شوفوا الطراوة من أروع ما يكون. غادي كي تجربوه تقولوا كاع ما تستغناوش عليه، خصوصا إذا كان العائلة ما يبوش ياكلوا الجزر، فهذه وسيلة من وسائل تناول الجزر. نتمنى إن شاء الله حباباتي تجربوه وينال إعجابكم، أعطوني رأيكم في الكومنتار. وشهية طيبة، وإلى وصفة أخرى من وصفات وصال للطبخ. نتمنى لكم إن شاء الله الصحة والهنا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.